في إطار الحملة الوطنية للتشجيع على الرضاعة الطبيعية اللي كتقوم بها وزارة الصحة بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت اليوم واحد حصة توعوية بمشاركة مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة والمرشدات اللي قدمنا فيها واحد مجموعة من الرسائل اللي بدورهم غادي يقدموها للأسر. وهذه الرسائل اللي كحتينا فيها على أهمية الرضاعة الطبيعية خصوصا في 6 شهور الأولى، اللي الشعار ديال هذه الحملة وهو 6 شهور الأولى بلا ما كيف البركة في حليب ماما. وهذه اللي أهمية أهمية هذه الخطوة لتشجيع الرضاعة الطبيعية اللي تقدر تستمر لمدة عامين. في هذه الحصة التوعوية المجموعة الرسائل اللي طرقنا لها كانت أهمية الرضاعة الطبيعية نظرا للمكونات الغنية ديالها بما فيها الماء، البروتينات، المعادن والأجسام المضادة اللي كتعطي ديك المناعة للطفل واللي كتحميه طيلة 6 شهور الأولى، وبالتالي الحياة ديالو كتوفر لي حياة صحية. كما أنه شفنا الدور ديال الرضاعة في الساعة الأولى من بعد الولادة اللي هي خطوة مهمة اللي كتنجح لنا الرضاعة الطبيعية من بعد. شفنا أصلا أيضا دعم ديال الأسرة اللي كيتمثل في دعم الأب والأم والجدة من أجل إنجاح هذه الخطوة المهمة.